حضرتك استاذ خالد سياسي وعضو في البرلمان، مخرج، مفكر، وليك كتب وليك افلام الفتها او كنت صاحب فكرتها. انت شايف حضرتك انت انهي شخص من دول بتحب تبقى هو اكتر؟ يعني منتج ولا المؤلف ولا السياسي ولا عضو البرلمان؟ مين القريب ليك قوي اللي هو القريب لقلبي؟ هي مهنتي الاصليه وهي المخرج، يعني نائب في البرلمان زائل، يعني فاضل لي سنتين وما بقاش نائب في البرلمان. منتج مش كل مره هنتج لنفسي، سيناريستي مش كل مره هكتب لنفسي، لكن المخرج هي مهنتي الاصليه وهي اللي بلاقي نفسي فيها وهي اللي بعبر فيها عن رؤيتي وعن مواقفي وعن انا شايف الدنيا ازاي وشايف ايه اللي يجب ان احنا نعمل عليه هاي سبوت او يعني تركيز، وشايف ايه الازمات اللي في المجتمع اللي يجب ان احنا ننتبه ليها ونحللها وندلو بدلونا فيها. فهي المخرج هي المهنه مش الفكره الاقرب، هي خالد يوسف الحقيقي. طب هو بعيدا عن شطاره حضرتك كمخرج، ايه اللي بلور شخصيه حضرتك وخلى فيه بعد فكري في اللي بتقدمه سواء في الافلام او حتى في اللقاءات او في الكلام او في مشاريع القوانين اللي بتتقدم بيها؟ ايه اللي بلور شخصيه خالد يوسف في الناحيه دي كده؟ ايه اللي عمل له فكري؟ هل وقت الجامعه ولا؟ هقول لك، انا كنت محظوظ جدا، يعني انا بسمي نفسي من اكثر الناس حظا، لان انا لما يبقى عندي 12 سنه وابويا يسلمني لخالد محي الدين. خالد محي الدين للناس اللي ممكن من الاجيال الجديده ما تعرفوش، واحد من قاده ثوره 23 يوليو، رهيب جمال عبد الناصر، ابو مدرسه اليسار المصري، سياسي كبير جدا، عميق جدا. فالراجل ده اللي رباني من وانا عندي 12 سنه سياسيا، وبالتالي اطلعت على منافذ معرفه لم يكن لواحد في سني ان هو يطلع عليها. يعني انا كنت بلعب كده في حزب التجمع وانا عندي 12 سنه، وبسمع تناقض الاضداد من هنا، واسمع فؤاد مرسي واسماعيل صبري عبد الله، يعني اسماء كبيره جدا قاعده مع خالد محي الدين بتتكلم، بسمع حاجات يعني ما اتيحتش لطفل في مثل سني، وبالتالي تفتحت افاقي على عالم مختلف من وانا صغير. بدات اقرا في السياسه بدري، يعني بدات اسمع عنها بدري، بدات اقرا في الفكر في المدارس الفكريه وفي الروايات وفي الادب وفي الفلسفه بدري. مارست السياسه من وانا صغير مع خالد محي الدين في الانتخابات وانا طفل، يعني كنا بنقعد نهتف كده واحنا صغيرين في انتخابات البرلمان مع خالد محي الدين، فتعلمت السياسه والشارع السياسي. لما دخلت الجامعه تجربتي برضو الى حد ما كانت مختلفه، نجحت في انتخابات الاتحاد الطلاب من وانا في اعدادي هندسه، اتاحت لي فرصه اتحاد الطلاب ديت ان انا اتعرف بكبار في مصر، اللي هو منهم كان يوسف شاهين. دي بقى الخطوه اللي اتعرفت بيها على الاستاذ يوسف. وبعدها واقرانه، يعني واقرانه من الرواد والعظام الكبار، يوسف ادريس، يعني في اسماء كبيره جدا، نجيب محفوظ، كل دول عرفتهم وانا طالب في الجامعه واقتربت منهم، بل دارت بيني وبينهم نقاشات. يعني فعايز تقول انه طفل صبي شاب اطلع على منافذ معرفة مختلفة، ثم قابل كبار عظام وكان حظه حلو ان هو التصق بيهم في فترات طويلة وكان بيقعد معاهم، اكيد لازم هيطلع الى حد ما مختلف.